أصدقائي الأعزاء على قناتكم قناة فن الكهرباء، وموضوعنا اليوم حول كيفية تثبيت الهيبلو إيطوج إخواني الكرام على سطح المنزل. هناك عدة أنواع إخواني المشاهدين من هذه الهيبلوات كما هو مبين في الصورة، ولكن سنعمل اليوم على هذه الأشكال التي تظهر في هذه النافذة. لدينا في هذا السطح ثلاثة أماكن أو ثلاثة مصابيح، سنقوم بتثبيت على كل واحد هيبلو إخواني المشاهدين. إذا ما هي ميزة الهيبلو؟ أنه يتيح لك أخي المشاهد الحماية الخاصة للأسلاك الكهربائية من التلف أثناء فصل الصيف وكذلك فصل الشتاء، وكذلك يوقي المصباح من أي تماس كهربائي خلال فصل الشتاء إخواني المشاهدين. إذا نشرح على بركة الله بنزع هذه الفيسات من مكانها، ثم نقوم بإزالة هذه الزجاجة، وثم يظهر لنا من خلال هذه النافذة هناك اثنان من البراغي الخاصة بتثبيت هذا الكركاس، وهذا الكركاس يعني الشبع الألمنيوم يقوم بإرسال الإضاءة بشكل يعني جيد إخواني الكرام حينما نقوم بتثبيت المصباح. ثم يظهر لنا هذا الشكل، وقبل أي عملية كما هو العادة نقوم بفصل التيار الكهربائي قبل بدء أي عمل، ثم نقوم بعمل ثقب في هذا المكان المخصص لإدخال الأسلاك لنقوم بعمل رسوم لأماكن تثبيت الهيبلو أو الكركاس الخاص بهذا الهيبلو أو السبور الخاص بهذا الهيبلو بهذه الكيفية. بعدها نقوم بعمل رسم بالتورنيفيس أو قلم الرصاص أو أي شيء، نقوم بتعليم المكان الذي سنقوم بعمل ثقوب. لاحظوا لدينا اثنان من الأماكن، وهناك هيبلوات أو يعني فنارات تجد ثلاثة شفيات. يمكنك أخي المشاهد عمل رسم لكل ثقب في مكانه. إذا لاحظوا هذا هو المكان الذي قمت برسمه. سنقوم الآن بعمل ثقب في الأماكن التي قمنا بتعليمها أو رسمها بالمسطرة هكذا إلى أن نحصل على المكان الذي سنقوم بوضع الشيء داخله. هذه الكيفية يعني الطريقة بسيطة. ثم نقوم بإدخال الشفيات من نوع 8 في مكانها. بعدها نقوم بإدخال الأسلاك داخل السبور الخاص بالهيبلو، ثم نقوم بوضع الفيس الخاص بتثبيت السبور بهذه الطريقة، ثم أقوم بتلفيفه بمفك البراغي التورنيفيز إلى أن أقوم بتثبيتهم بشكل جيد. إذا بقي برغي واحد سنقوم بتثبيته في مكانه هكذا. إذا تثبيت جيد إخواني المشاهدين. ننتقل إلى المرحلة التالية، فتح مكان إدخال الأسلاك الكهربائية. على هذا الشكل، ثم نقوم بعمل ديكباج للسلك ونقوم بإدخاله في مكانه بهذه الطريقة هكذا، ثم نحصل على تثبيت جيد بفك البراغي. بعد ذلك سأقوم بطي هذه الأسلاك لنحصل على فراغ في هذا الهيبلو على هذا الشكل هكذا إخواني المشاهدين. ننتقل الآن إلى تركيب هذا الورق العاكس للإضاءة، وهو شبه ورق الألمنيوم يكون شفاف بحيث يعطينا إضاءة يعني بشكل جيد إخواني المشاهدين، وكذلك يكون مكتوب عليه المعيار الخاص بهذا الهيبلو بحيث تظهر لنا في هذه الصورة يعني 60 واط من ناحية إن وضعت مصباح من نوع ريزيستونس أي المصباح العادي. أما إن كان مصباح ليد فهذا غير ضروري إخواني الكرام، لأن أغلبية المصابيح تبدأ من 3 واط إلى 15 واط إخواني الكرام. أما أنا فسأقوم بوضع مصباح من نوع نف واط وهو من نوع ليد هكذا إخواني المشاهدين. بعد ذلك سأقوم بتركيب الزجاجة في مكانها، ثم أقوم بوضع السبور لتثبيت الزجاجة في مكانها بأربعة براغي إخواني المشاهدين.
هكذا، وسأقوم بنفس الطريقة على الهبلوات المتبقية نظرا لي حتى لا أطيل عليكم الفيديو إخواني المشاهدين. بنفس الطريقة إذا بعدما انتهينا من مرحلة التثبيت وصلنا إلى مرحلة عمل تيست لهذه الهبلوات، هل كل شيء يعمل بشكل جيد؟ نبدأ على بركة الله. لاحظوا إخواني المشاهدين، إذا كل الهبلوات الثلاثة التي قمنا بتركيبها تعمل بشكل جيد، والكل يعمل بمفتاح خاص به إخواني المشاهدين. إذا هذا هو الشكل النهائي لتثبيت الهبلوات في السطح بشكل جيد إخواني المشاهدين، وأتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. وإن أعجبكم الفيديو إخواني الكرام فلا تبخل علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك مشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله.